في خطوة مفاجئة أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مؤخرا عن إجراءات ضد أخيه الأمير حمزة ابن الحسين، وذلك في بيان كشف فيه تفاصيل عن محاولات التفاهم مع ولي العهد الأردني السابق ضمن الأسرة الملكية. الإجراءات التي أعلن عنها العاهل الأردني في البيان الذي حذر فيه من تكرار أي من تصرفات الأمير غير المسؤولة، لافتا إلى أنه إن تكررت سيتم التعامل معها. نمرة واحد من الإجراءات تقييد اتصالات الأمير حمزة، نمرة اتنين تقييد إقامة الأمير حمزة، نمرة تلاتة تقييد تحركات الأمير حمزة، نمرة أربعة بقاء الأمير حمزة في قصره، نمرة خمسة توفير ما يحتاجه لضمان العيش اللائق لكن دون الحصول على المساحة التي كان يستغلها سابقا. أما بالنسبة لعائلته فقال العاهل الأردني في بيانه: أما أهل بيت الأمير حمزة فلا يحملون وزر ما فعل، فهم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل كما في الماضي كل الرعاية والمحبة والعناية. يذكر أن الأمير حمزة رزق بالأمير حسين سنة 2019 وبالأميرة هيا في 2007، وفي 12 كانون الثاني من عام 2012 تم عقد قرانه على الأميرة بسمة، ورزق بالأميرة زين في 2012 وبالأميرة نور في 2014 وبالأميرة بديعة في 2016 وبالأميرة نفيسة في 2018. ومن ناحية أخرى في أبريل 2022 أعلن حمزة ابن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني في رسالة نشرها على حسابه عبر تويتر تخليه عن لقب الأمير، وقال أنه توصل إلى أن قناعته الشخصية لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات الأردن، مؤكدا أنه سيبقى مخلصا لبلاده حسب استطاعته في حياته الخاصة. ووضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية بعد اتهامه الحكام في الأردن بالفساد وعدم الكفاءة. ولكن لاحقا في مارس نشر الديوان الملكي في الأردن اعتذارا، قيل أنه موقع من الأمير حمزة يطلب من الملك عبد الله الثاني الصفح والعفو. وعندما تم تداول صور زفاف الأميرة إيمان وسط حفل عائلي حضره الكثير من الشخصيات الهامة ومن العائلة المالكة زي ما احنا شايفين كده، إلا أن الأمير حمزة وعائلته لم يحضروا الحفل. هذا الأمر دفع الكثير إلى التساؤل حول سبب غياب الأمير حمزة عن حفل زفاف الأميرة إيمان، ولكن لم يتم نشر أي معلومات متعلقة بذلك. وهنشوف آخر تصريح للأمير حمزة، كلام ده كان من حوالي سنتين. ادعى ولي العهد الأردني السابق حمزة ابن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني في بيان مصور حصلت عليه هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي وتم نشره السبت 3 أبريل 2021، ادعى فيه أنه تم عزله وانقطعت اتصالاته، وأبلغه الجيش أنه لا يجب أن يغادر المنزل، مما يوحي بأنه قد وضع قيد الإقامة الجبرية. وفي فيديو تحدث خلاله بالإنجليزية، والذي تقول البي بي سي أنه أرسله محامي الأمير إليه، قال فيه: زارني رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم، أبلغني فيها أنه ليس مسموحا لي بالخروج للتواصل مع الناس أو مقابلتهم، لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرا فيها أو على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالزيارات التي قمت بها كان هناك انتقاد للحكومة أو الملك. والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الأمريكية المولد الملكة نور.
وشدد الأمير حمزة على أنه ليس جزء من أي مؤامرة أو منظمة شائنة أو جماعة مدعومة من الخارج، كما هو الحال دائما هنا لكل من يتحدث. في الفيديو ألقى الأمير حمزة باللوم على قادة البلاد في تحملهم المسؤولية عن انهيار الحكم والفساد وعدم الكفاءة والتي كانت سائدة في الهيكل الحاكم على مدى 15 ل 20 سنة ماضية. وقال حمزة: هذا هو آخر شكل من أشكال الاتصال لدي، هاتف الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الذي أملكه، وقد أبلغتني الشركة أنه تم توجيهها بقطعه، لذلك قد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يمكنني فيها التواصل. ومن ناحية أخرى، نفى رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء يوسف الحناتي في وقت سابق تقارير إعلامية عن اعتقال الأمير حمزة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية بترا. وقال الحنيتي أنه طلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره. وتأتي ادعاءات الأمير حمزة في الوقت الذي اعتقل فيه عضو العائلة المالكة الأردني الشريف حسن ابن زيد والرئيس السابق للديوان الملكي باسم عوض الله السبت لأسباب أمنية وفق ما أفادت بترا. وده هنا الأمير حمزة وهو في الفيديو: حرست السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي وابنتهما آية السيسي على حضور حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية زي ما احنا شايفين في الصور، وكان في استقبال السيدة انتصار السيسي وآية السيسي كلا من ملك الأردن وقرينته الملكة رانيا العبد الله. جدير بالذكر أن حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكسندر ترميوتس أقيم في بيت الأردن اللي هو بيت الملك. وزي ما احنا شايفين لحظات مميزة تملؤها السعادة والفخر عاشتها العائلة الهاشمية الأردنية في مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني قبل قليل من السيد جميل ألكسندر ترميوتس في حديقة بيت الأردن الملكي، وبحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله الذين استقبلوا كل الضيوف المدعوين من أقارب العائلة الملكية والأصدقاء من الأردن وبلدان عربية أخرى. ودخلت الأميرة إيمان برفقة شقيقها الأمير الحسين ابن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية إلى الحديقة لعقد مراسم الزفاف، ولفتت الأميرة إيمان كل الأنظار إليها من لحظة دخولها برفقة شقيقها بفستانها الأبيض ومرورها تحت أزهار اللوز البيضاء في أجواء ربيعية رائعة. وعند وصولها جلست الأميرة إيمان إلى جانب السيد جميل وعلى يمينها والدها الملك عبد الله الثاني ومن أمامها الملكة رانيا وجميع الحضور. ألف ألف مبروك. وبعد إعلان الأميرة إيمان زوجة السيد جميل ألكسندر ترميوتس بشكل رسمي، ارتدى العروسين المحابس على أصوات الزغاريد التي تعود إلى العادات والتقاليد الأردنية. وطبعا كانت التورتة زي ما احنا شايفين كده اهوت 6 أدوار. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات وتعالوا نشوف بقى ايه حكاية ديانة السيد جميل ألكسندر ترميوتس ومين هو. أعلن الديوان الملكي الأردني أن عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكسندر ترميوتس سيتم في 12 مارس 2023. وعقب الإعلان ضجت محركات البحث العالمية بشكل رهيب عن كل ما يخص جميل ألكسندر ترميوتس، وتركز البحث عن ديانته. وبحسب ما تم الاطلاع والبحث، فقد تبين أن ديانة جميل ألكسندر ترميوتس زوج إيمان بنت عبد الله الثاني هي الإسلام. وفي 5 من يوليو 2022 جرت خطوبة الأميرة إيمان على جميل بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله. فمن هو جميل ألكسندر ترميوتس زوج الأميرة إيمان؟ هو شاب يوناني الأصل، ولد في العاصمة الفنزويلية، ولد في كاراكاس عام 1994، ويحمل درجة البكالوريوس
في تخصص إدارة الأعمال، وتخرج من جامعة فلوريدا الدولية كلية إدارة الأعمال في عام 2016، ويعيش في نيويورك بالولايات المتحدة، ويعمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية، وعمل سابقا في شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وهنشوف بقى دلوقتي صور حنتها. كشف الحساب الرسمي للملكة رانيا العبد الله عن مجموعة من الصور العائلية اللي احنا شايفينها ديت من حفل حنة الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وذلك قبل أيام على حفل زفافها في 12 مارس 2023. ألف مبروك وربنا يتمم على خير. وجاء مع الصور اللي احنا شايفينها التعليق التالي: حنينا العروسة وبالحب غمرناها، وبجمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حنة إيمان.